القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: ستتلقى إسرائيل ردا شديدا ومدمرا لقاء أي أفعال غير مدروسة. ضبطنا، هو ما يقولون ضبطنا، يقول زبطنا أنفسنا وتحلينا بالصبر سابقا. هسه شنو صار يعني ورا الضربة؟ يعني وقت الصواريخ اللي ما ضربت أحد، بس قطيع واحد مسكين فلسطيني ظلت الأيتام، روح صرفوا عليهم على الأقل. ما يقول: ولكننا مستعدون لتوجيه ضربة محكمة ومدمرة في الوقت المناسب في حال أخطأ الأعداء على أي مستوى، فإننا سنرد بشكل أقوى من ذلك المستوى. يعني ذاك المستوى وديته كلهن فارغات، يعني أنت جيبوا هاي الفارغات إحنا ندرسها لكم هريسة هنا بالعراق. مروا علينا قيمة هريسة، شتري عدس هناك جماعة تمر على مصاري ويحطوا لك بيها فول مدمس، فارغات عمي غواطي. هسه شتري دتة؟ نائب القائد العام لحرس الثورة العميد علي فدوي، ذاك موسوي هذا فدوي: إذا ارتكبت إسرائيل خطأ ما فسوف تعرض وجودها إلى الزوال. إيران بلد كبير وواسع وفيه الكثير من المراكز الاقتصادية، في حين أن إسرائيل لديها 3 محطات للطاقة وعدة مصافي، وبإمكاننا زربها سوية في آن. وعزين زربها، ما زربتها، ليش ما زربتوها؟ بدني 400 راح ببلاش، يعني هذني كان فتونا وكان وديتون للفقرة دود على مود يبيع لبوري على يأكل بيها في الدسبو. هسه تريد تزرب أنت؟ تزرب عم. يقول: إذا أخطأ كيان العدو سنستهدف كافة مصادر الطاقة والمحطات وجميع المصافي والحقول الغازية لديه. يعني شو ترجع عليهم؟ بس أنت قاعد تنبههم، قاعد تقول لهم روحوا غطوهم، راح يغطونهم. هاي أمتى بطلوا من سؤالكم هاي التعبانة؟ أنا نعرف، إحنا كل زين نعرف البيرو غطا. نعرف.